كلاعب حققت إنجازات كثيرة للمنتخب وللبحرين، ومهما حقق ما راح أوفي للبحرين. يعني شيء من اللي أعطتني إياه، يعني من كثر ما حققت إنجازات ما تشرفت بالسلام على جلالة الملك ولا سمو الشيخ ناصر ولا مرة. فعندي أمنية واحدة، أن أتشرف بالسلام على جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر. فطولة بيوم يعني عمي يعني حسبة أبوي توفى، كان خبر صراحة صعب جدا. يعني أنا لو ما رحت البطولة يعني راح أثر على المنتخب وراح أثر على الاتحاد. لكن يعني أنا حطيت بيني وبين نفسي يعني المنتخب هو يعني الأولى، إن أروح البحرين للبحرين وللمنتخب. فوفاة عمي فرحت البطولة وحققت الذهبية في عام الذهب، وهديتها لروح عمي.